السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان في العالم، ورجعت لكم من جديد ومع العد التنازلي لشهر رمضان المبارك لعام 2023. وقبل أن نبدأ، ضع تعليقا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا رمضان وسماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن الكريم. يبقى الشوق لرمضان يتكرر كل سنة وكأنه مقبل علينا أول مرة. يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. والآن أحبائي، كم يوم باقي على شهر رمضان؟ باقي على شهر رمضان 44 يوما. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا الله. وبالنهاية أشكركم أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان في العالم على حسن المتابعة. كانت معكم أختكم مريانا. ولا تنسوا دعمنا بلايك وتفعيل زر الجرس، وطبعا رمضان يحلى بوجودكم معنا. إلى اللقاء.